Hi there students, nice to meet you. أعزائي طلبة الصف السادس إعدادي، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your activity book on page 17. Page 17, lesson 8, exercise 8. Write 100 to 120. اكتب 100 إلى 120 words كلمة on how to reduce the number of car accident. كيف حول كيف تقلل من حوادث السيارات. Use the notes. استخدم الملاحظات on the right على الجهة اليمين to help you لمساعدتك. You don't have to. لا يتوجب عليك. Use all the ideas. كل الأفكار. Make sure. تأكد. You add and تضف words كلمات and phrases وعبارات to link لغرض ربط the ideas الأفكار and sentences والجمل. You can find بإمكانك إيجاد these in lesson 7. بإمكانك إيجاد هذه العبارات في الدرس السابق on page 12 of the student's book. بكتاب الطالب. Start like this. ابدأ مثل هذه. طبعا هنا بداية الإنشاء راح تكون there are thousands of car accidents. هنالك آلاف حوادث سيارات air كل سنة which causes تسبب serious injuries تسبب حوادث خطرة دموية. Most of these accidents معظم هذه الحوادث have one of the following causes لدي ترتكب بواسطة أحد الأسباب التالية. First, أولا the driver is driving too fast. السائق يسوق بسرعة شديدة إلى آخره من الملاحظات الموجودة هنا. الطالب يكتب إنشاء يتعود على كتابة الإنشاء. طبعا هذا إنشاء للاطلاع ما مطلوب وزاريا، لكن يقدر الطالب يتمرن باستعداد للإنشاء راح يجينا المطلوب وزاريا في lesson 9. أيضا هنا عندنا إنشاء آخر exercise B page 18 في كتاب الاكتيفيتي بوك. The government الحكومة should ban يجب أن تمنع smoking التدخين in all public places في المكانات العامة. Write 100 to 120 اكتب 110 إلى 120 words كلمة لهذا التوبيك الموضوع. Use the following notes استخدم الملاحظات التالية to help you لمساعدتك. Make sure you link your ideas وتأكد منك تربط كلماتك and sentences بأدوات الربط. ايضا هنا مطينا ملاحظات هنا موجوده كلها لكيفيه كتابه الانشاء. مثلا introduction ابدا بالبدايه يقول smoking a dangerous habit. smoking التدخين يعني عاده خطره. causes many deaths تسبب معظم الوفيات اير في كل سنه. from smoke related من الـ يعني التدخين وريليتد كيسز والاسباب الاخرى المرتبطه به الى اخره من الملاحظات. هنا ايضا هذا الانشاء ايضا لغرض التمرين والنشاط الصفي، وهو انشاء ما مطلوب وزاريا، لكن يقدر الطالب يمرن روحه به على كتابه الانشاء. عندنا اكسرسايز اي بيج 11 اكسرسايز اي بيج 11 من كتاب الاكتيفيتي بوك. يقول listen 9 test yourself اختبر نفسك. vocabulary الكلمات، طبعا هذا الكلمات يعني التمارين هاي كلها احفظ. write the opposites اكتب المعاكسات of these words لهذه الكلمات by adding بواسطة اضافة prefix بواسطة اضافة البوادئ. وهذا التمرين اعتقد احنا اخذناه في الدروس السابقة، لكن راجع القاعدة مالته، وهو هنا القاعدة تقول هنا عندنا يعني اذا الكلمه تبدا بالام وبي كلمات تبدا بالام حرف الام حرف البي الاضافه مالتها تكون اي ام نضيف البادئه تكون اي ام لغرض عكس الصفه نعكس الصفه. اذا الكلمه تبدي بالال هنا الكلمه تبدي بحرف الال الاضافه مالتها او البادئه الاضافه تكون اي ال نضيف لها اي ال حتى نعكس الصفه. إذا الكلمة تبدي بآر الكلمات اللي تبدأ بآر أو الصفات اللي تبدأ بآر الإضافة مالتها نستخدم آي آر حتى نعكس الصفة. إذا الصفات تبدي بدي أو سي أو إي فالإضافة مالتها البادئة آي إن. وباقي الصفات يعني اللي تبدأ بباقي الأحرف يكون إضافة مالتها يو إن. وطبعا أكو صفات شاذة تشهد عن القاعدة راح ننبهكم عليها. هنا مثلا عندنا نمبر 1 هنا correct
incorrect تبدي بحرف السي. هنا حرف السي نضيف يصير الإضافة مالتها ion. هنا الإضافة مالتها ion. dependent تبدي بالدي أيضا الإضافة مالتها ion. fair هنا fair تأخذ يوان unfair يعني حتى ممتع أو غير ممتع، مسلي أو غير مسلي. هنا تأخذ الإضافة يوان. for fortunate محظوظ محظوظ أو غير محظوظ. هنا طبعا كلمة fair يعني عادل تبدأ بحرف الاف، والحرف الاف من الـ يعني الأحرف اللي قلنا يون الإضافة تضاف للكلمات اللي تبدأ بباقي الأحرف عدا ذني. فهنا الاف أيضا يأخذ يون يعني fair عادل، يصير unfair غير عادل يعني العكس الصفر. fortunate هنا يعني المحظوظ، فالإضافة مالتها أن تأخذ رقم أربعة تأخذ يون صير unfortunate يعني غير محظوظ. happy سعيد فتأخذ unhappy يون هنا يون تأخذ غير سعيد. healthy تصير هنا healthy تأخذ يون unhealthy. seven intelligent تأخذ يون intelligent. وليجل هنا تبدأ بالحرف الال فتأخذ الإضافة ال illegal شرعي غير شرعي. moral أخلاقي فهنا تأخذ immoral I am غير أخلاقي. patient صبور هنا تأخذ impatient I am. ليش؟ لأن الكلمة اللي تبدأ بالأم تأخذ I am. هنا عندنا رقم 11 وأنا قلت لكم الشواذ راح أنبهكم عليه. رقم 11 هنا pleasant بليسنت فما تاخذ، هي المفروض تاخذ اي ام حسب القاعده، لكنها تشهد عن القاعده فتاخذ يون تاخذ يون يعني 11 تاخذ يون ام بليسنت. 12 بولايت بولايت مؤدب تاخذ اي ام ام بولايت. و بعد عندنا بوبولار رقم 14 طبعا رقم 13 بوبولار تاخذ ايضا هنا شاذ عندنا فتاخذ ان بوبولار يون يعني. 14 possible رقم 14 possible impossible اي ام. ويوجوال 15 تصير unusual. هاي الصفات الموجوده وهذا طبعا تمرين مهم ويحفظ. هنا اكسرسايز بي نفس الصفحه رايت ذا كوركت ووردز اكتب الكلمه الصحيحه، وايضا هذا تمرين مهم ويجب ان يحفظ. name three joints سمي ثلاثة مفاصل in the arm في الذراع. ثلاث مفاصل في الذراع يبادي لك طبعا ثلاث فراغات، كل فراغ مطيك الحرف الأول من المفصل. فأول كلمة تصير rest هنا يعني rest المعصم. ثاني كلمة تبدأ ب elbow اللي هي العكس. shoulder هنا shoulder اللي يعني الكتف. two name two joints سمي two joints مفصلين in the leg في الساق رقم اثنين. هنا المفصل الأول ني الركبة و ني، والمفصل الثاني ankle ankle الكعب، ذن مفاصل الساق. three name two things سمي شيئين for covering for covering لتغطية أكات الجروح، ايضا بادي بالبي ال وبي البي. فهنا البي ال تاخذ بلاستر يعني هذا اللاصق، وعندنا البي اي تاخذ باندج. ذني الكلمه ذني التمرين هذا جدا مهم ودائما تجي منه اسئله وزاريه. عندنا تمرين سي كومبليت ذا ووردز اكمل الكلمات التاليه، ايضا مطينا كلمات بها اجزاء من الاحرف فيجب ان توضع في الفراغ. I feel dizzy أنا أشعر بالدوار. I think I am going أنا أشعر بأني سوف. two شنو رقم واحد تأخذ faint هنا تأخذ faint يعني أنا أشعر بأني سوف يغمى علي. two I can't swallow أنا لا أستطيع أن أبتلع. I have a sore throat هنا صير sore throat أنا لدي تقرح في البلعوم هنا صير throat هذا الفراغ الأول. الفراغ الثاني تبدأ بالتي temperature يعني ان temperature ودرجة حرارة، عدة تقرح بالبلعوم وارتفاع درجة الحرارة of 39 degrees في 39 درجة.
3 you have to يتوجب عليك take two of these يتوجب عليك اخذ اثنين من هذه pills لا رقم ثلاثة تاخذ pills من هذه الحبوب الصحية او الطبية رقم ثلاثة three times a day في ثلاث مرات في اليوم 4 دي رقم أربعة دي سكين هنا تاخذ بادي بالاسكي يعني اسكي يعني ذا سكين الجلد on my legs على legs ساقي is very dry يكون جافن so لذلك I have to يتوجب علي put this cream هنا تاخذ كريم أن أضع هذا الكريم on عليه every day في كل يوم we often نحن غالبا say please you نقول يرحمك الله when somebody عندما شخص ما sneeze يعبس زين but we don't say it لكننا لا نقولها of someone إذا أحد ما شني كاوز يسعل يعني هاي نقولها إذا واحد يعطس لكن ما نقولها إذا واحد يسعل هنا عندنا exercise D الصفحة اللي بعدها put the verbs ضع الأفعال in the in brackets التي في بين القوس into the past continuous بزمن ال past continuous الماضي المستمر and past simple وزمن الماضي البسيط tense last year السنة الماضية my friends أصدقائي صديقي زينة صديقتي زينة got hurt تأذت in a car accident في حادث سيارة this is how it هذا حصل هنا صير happened لأن بعد لا زال تسلسل الماضي هذا حصل في الماضي حصل يعني happened صير happened طيب لا إيدي لأن فعل قياسي she and her brother هو هي وأخوها سلام and her sister وأختها خالدة had spent this afternoon أمضوا ذلك الظهيرة at زبير في الزبير and the هنا and the رقم ثلاثة المطين الفعل return فهنا الفعل رقم ثلاثة يصير بزمن الباست كونتينوس ليش لأن يعني الفعل طويل يعني ف they تاخذ where they were returning sir they were returning كانوا راجعين to بصرة إلى البصرة هنا طبعا حتى لو ماكو ظروف نقدر احنا من خلال معنى الجملة ومن خلال الفعل إذا نشوفه طويل بيطول فياخذ ing بحالة الاستمرارية وإذا فعل قصير ياخذ ed يعني بحالة الماضي تو بصرة سلام أيضا سلام شني هم راجعين سلام هنا تأخذ was driving كان يسوق and خالدة وخالدة شبيهة أيضا was sitting كانت جالسة زين next to him قربه يعني رقم خمسة أيضا بالpast continuous next to him بقربه and سلام وسلام was أيضا was going كان going fast كان ذاهب أو يسوق quite fast بسرعة سجل suddenly فجأة a little boy فجأة يعني أمامهم a little boy run هنا run يركض بزمن المضارع فهنا أثناء يعني استمرارية الفعل حدث فعل الحدث الفعل القصير يصير بزمن الماضي فصير run يعني r a n التصريف الثاني on to يركض أمامهم to the road بالطريق وسلام put هاي تبقى نفسها لأن يعني ثلاث تصاريف مالت الفعل يكون بزمن الماضي put وضع his foot وضع رجله on the brake على البريك really hard بقسوة and the car stop صير stopped توقفت هنا stop منضيف لها ed يصير مضاعف ال p منضيف ed حتى يصير عندنا بزمن الماضي من ضيف العيد إلى آخره من باقي الفراغات يمكن يقدر الطالب يمارس بها ويحلها وإحنا حلينا لكم جزء من عدها هنا بذن الموجودات لحد فراغ 23 أعتقد هو تمرين مطول شوية لكن إحنا لحد فراغ 23 حلينا الحل موجود ويقدر الطالب يكملها على نفس القاعدة اللي إحنا تعلمناها عندنا exercise C page 11 exercise E I'm sorry page 11 before you do هنا يقول هنا المنطوق complete the sentence اكمل الجمل with much money with few little واحنا ذكرنا سابقا بانه كلمة much و little ذني تستخدم مع much و little مع الغير معدود زين و many و few تستخدم مع المعدود
فهنا راح نحل له هاي التمرين. طبعا مطلوب ايضا حفظ وزاري. نمبر 1 هري اب اسرع. There isn't هنا قلنا احنا قبل لا نحل هيش تمرين يعني نشوف الكلمة اللي بعد الفراغ اذا تعد اذا اسم معدود نحط اي تعبير من تعابير الاسماء المعدودة اللي يناسبها، واذا غير معدود ناخذ تعبير مال غير معدود اللي هي much ولتم. Hurry up, there isn't ليس لدينا هنا تايم، او التايم يعتبر وق يعني الشيء لا يعد زين uncountable، فتاخذ much رقم واحد تاخذ ليس هنالك much time الكثير من الوقت before the bus leaves قبل ان يذهب الباص او. وطبعا اختيارنا احنا ما اختارنا little لان حسب المعنى هنا يكون ذا هو طبعا اثنين صحيحات يعني لان التايم يعتبر غير معدود، لكن هنا حسب معنى الجمله تاخذ much ليس هنالك وقت كبير عندنا لان الباص راح. 2 can you lend me ممكن ان تعيرني رقم 2 تاخذ little ممكن ان تعيرني little money ايضا الموني يعتبر uncountable شيء لا يعد فتاخذ هنا لو little لو much لكن حسب معنى الجمله تاخذ little ممكن ان تعيرني القليل من المال. مو معقول واحد يستعير يعني مال كثير، لا little money قليل من المال. I've left my purse انا تركت محفظتي at home في البيت. 3 how many هنا تاخذ many times ليش؟ لان هنا times شيء يعد يعني عدد المرات مو وقت، عدد المرات هنا تجي. وقلت لكم انا بشرح هاي القاعده سابقا بانه اي الاسماء اللي تاخذ اس هي تعتبر اسماء معدوده واللي ما تاخذ هي اسماء غير معدوده، لكن اكو قواعد اكو بعض الاسماء الشاذه اللي هي تجمع بس ما تاخذ اس. رقم 3 قلنا هاو ماني تاخذ هاو ماني تايمز كم عدد المرات دو اي هاف تو تيل يو انا اقول لك ماي فون نمبر برقم تليفوني. واي can't you remember لماذا why can't you remember it لماذا لا تتذكرون. 4 we need رقم 4 we need هنا تاخذ little we need little more fruit little more fruit نحن نحتاج الى little more fruit to take on the picnic نحتاج الى الكميه من الفواكه زين الفاكهه فتاخذ little قليل من الفواكه to take on the picnic اللي ناخذه الى السفره. Can you buy some ممكن ان تشتري بعض منها بليز رجاء زين. I don't think انا لا اعتقد I can fit انا اني اكون fit in that parking place انا ادخل في هذا الجراج المكان في مكان الجراج. There isn't هنا رقم 5 there isn't هنا بين ورا الفراغ space والسبيس يعتبر شيء لا يعد فتاخذ رقم 5 ماتش ليس هنالك ما اقدر ادخل سيارتي لان ليس هناك مجال ماتش كبير سبيس حسب المعنى قلت له لو قلت له ماتش لكن هنا تاخذ ماتش لان حسب معنى الجمله تاخذ ماتش ليس هناك فراغ كبير ادخل سيارتي فيه. There weren't لم يكن هنالك هنا تاخذ فيو عندنا طبعا لان كلمه بيبل شيء طبعا معدود لكن ما ياخذ اس هذا ان الجموع الشاذ احنا اللي نوهنا عليها فهنا تاخذ فيو ليس هنالك القليل هنا او هنالك there weren't لم يكن هنالك few people قليل من الناس at the meeting في الاجتماع. I think انا اعتقد طبعا هذا التمرين او السؤال رقم 6 بفراغين. There weren't لم يكن هنالك there weren't هنا تاخذ many ليس هنالك many people الكثير من ليس هنالك كثير من الناس at the meeting في الاجتماع. I think انا اعتقد quite a few رقم 2 الفراغ الثاني هنالك القليل من منهم قليل had left قد غادروا early مبكرا. وهذا ايضا تمرين يعتبر من التمارين التي يجب ان تحفظ لان مطلوب وزاريا ويجي نصا. انتبه هنا عندنا تمرين اخر مهم تمرين F write sentences اكتب جملا with used to باستخدام used to و didn't used to and the present simple present or past simple يعني الجملة مو بس نكتب بها by used to لا لازم نشوف الجزء الثاني الجملة لو بالمضارع لو بالماضي حتى نخلي لين بها مجهولا يعني فعليا فلازم احنا نحل مثل ما يرمي هنا طبعا هو حال لنا واحدة يقول he used to هو اعتاد على have his hair cut ان يحلق شعره at the hairdresser في الحلاق
but now لكن الآن his wife cuts it تحلقه. two رقم اثنين I هنا تاخذ used to ليش؟ لأن ما عندنا نوت حتى نطي هنا في فرق عندنا جملة مثبتة تصير I used to have a bicycle أنا اعتدت على امتلاك البايسكل but sometime لكن في بعض الأحيان some لا but someone لكن أحد ما I'm sorry أحد ما هنا من خلال بعد القوس last night يعني ماضي الليل الماضي إذن لازم still تصير stole بالماضي stole يعني أنا اعتدت على امتلاك بايسكل لكن someone stole it last night سرقه الليل الماضي 3 he used to هو اعتاد على like يحب going out الذهاب خارجا but now لكن الآن he always لكن الآن هو دائما هنا طبعا هنا always يدل على المضارع فهنا لازم نخلي الفعل هنا بحالة المضارع يعني لو ياخذ اس لو ما ياخذ ايش وقت ياخذ اس اذا عندنا هي شيء اسم مفرد ياخذ اس فعلنا عندنا هي فصير wants لكن هو دائما wants to stay at home الان هو يبقى يحب البقاء في البيت او يرغب البقاء في البيت 4 she used to هي اعتادت على ال wear glasses ان تلبس النظارات but now لكن الان هنا ايضا now يرد معنا يعني اذا الجزء الثاني يكون بالمضارع لكن الان she هنا الشي طبعا ما تاخذ هاف لان فعل التملك مالتها لان الشي والهي والاتي اسم مفرد الفعل التملك مالتها هاز الاي والوي واليو والذي تاخذ فهنا لازم تغير فعل شي فتصير شي هاز كونتاكت لينسز هي الان تمتلك عدسات شي هنا ها انتبه هنا شي مطينا نوت فهنا تصير الصيغه الثانيه مالت اليوستو تصير didn't used to يرد نفي شي didn't used to talk هي لم تعتد على التحدث سو ماتش كثيرا بطنا ولكن الان شي نيفر ها الان هنا شي نيفر ايضا هنا ستوب تصير زمن الوضع عليها عندنا نو ناو الان فتصير شي نيفر ستوبس تاخذ اس الشخص الثالث هي لا تتوقف عن الكلام 6 there used to be هنالك كان اعتدنا ان يكون هاوس بيت هير هنا but they هنا شلون نك نوك نوك نخليها بيا زمن من خلال two years ago نورك was 2 years ago يعني سنتين مضان إذا لازم النوك تصير بزمن الماضي لأن هذا حضره في الماضي فصير نوكت إيدي لكن الآن اعتدنا أن شاهد بيت لكن الآن نوكت it down هدموه 2 years ago في قبل سنتين شي هنا أيضا نفي she didn't used to be هي لم تعتد على سوثين أن تكون نحيفة but she get لكنها but she get تصير gets she got very old ليش لأن عندنا زمن ماضي لأن عندنا last year she got very old لكن أصبحت مريضة السنة الماضية year and lost صير lost زمن الماضي لك وخسرت a lot of weight الكثير من الوقت وهاي عندكم الحلول النموذجية لهذا التمرين هذه موجودة عندكم يقدر الطالب يتأكد من عندها أو ينقلها هنا عندنا طبعا تمرين جدا مهم جي تمرين جي رايت 100 تو 120 اكتب 100 الى 120 كلمه words in this topic في هذا الموضوع cigarettes advertising اعلانات السجائر should be legal يجب ان تكون غير شرعيه these questions هذا السؤال may help you هذه الاسئله قد تساعدك يريد عندك تكتب إنشاء 100 أو 120 كلمة حول هذا الموضوع وهذا الموضوع مهم جدا الإنشاء هذا مطلوب وزاريا حفظ فالطالب يعني كل مدرس يسوي لطلابه إنشاء يخص هذا الموضوع واللي طالب يريد إنشاء يكتب لي تعليق على الخاص وأنا أدز له إنشاء الأمور اللي تنذكر بالإنشاء مطي له مجموعة ملاحظات يقول how harmful are cigarettes كم هي مؤذية السجائر to health على الصحة of smokers على صحة المدخن and passive smokers والمدخنين السلبيين where can cigarettes advertisement أينما تكون متى أو أينما تكون أين تكون السجائر إعلانات السجائر بسين تشاهد وين نشوفها who sees them من يشاهدها do children and young people see them هل الأطفال والشباب يشاهدونها؟ What sort of message؟ أي نوع من الرسائل
do cigarettes advertisement إعلانات سجائر كيف تعطيها؟ Do they show successfully هل هم يشاهدوا successfully popular attractive people الناس الناجحين والمشهورين smoking يدخنون؟ Do they mention هل يشيرون the dangerous of smoking إلى مخاطر التدخين؟ Are young people هل الشباب easily influenced يتأثرون بسهولة؟ Could they be influenced by cigarette advertisements هل هم يتأثرون بإعلانات السجائر؟ How common is smoking among young people كم هو الشائع حول تدخين الشباب؟ وطبعا هذا الإنشاء يجب أن يكون يعني يحفظ وكلماته جيدة وما بأخطاء لأن حتى يكون بالوزارة ياخذ الطالب درجة جيدة عليه. هذا كله موجود بدرسنا أعزائي الطلبة. See you next time.